مشاهدينا مشاهدي قناة تانية في كل مكان، بنرحب بحضراتكم معنا وحلقة جديدة على أرض مصر. أعود مع حضراتكم من جديد وأخبارنا لهذا اليوم، حيث كشف الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن متابعته من خلال تقرير لحظية عن نسب التوريد وسداد مستحقات المزارعين أول بأول من خلال لجان الاستلام والفرز والتخزين لضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم واستلام قمح بجودة عالية، كاشفا ارتفاع معدلات توريد محصول القمح المزارعين الى 2 مليون طن منذ بدء موسم الحصاد، وذلك عبر 450 نقطة استلام على مستوى الجمهورية، كما ان عمليات التوريد قد وصلت الى 120 الف طن قمح يوميا مقارنة ب 80 الف طن في الموسم السابق، وتستهدف وزارة التموين استلام 3.5 مليون طن قمح. مع حضراتكم إلى خبرنا الثاني، فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضبط خلالها حوالي 39 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار حملات وزارة الداخلية المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، واستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز. تولي الدولة اهتماما كبيرا بقضية تخفيض الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعتبر دائما أن الأسعار المستقرة والمناسبة أمرا حيويا لضمان حياة كريمة وتحقيق التوازن الاقتصادي، وتعزز الحكومة المصرية جهودها بهذا الملف من خلال تنفيذ مبادرات لتخفيض الأسعار وتقديم الدعم للمواطنين بمختلف القطاعات الحيوية. وتشمل مبادرات الحكومة أيضا تخفيض أسعار المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية، كما تتعاون الحكومة مع الجهات المعنية للتحكم في التضخم ومراقبة الأسعار وتنظيم السوق لضمان توفر المواد الأساسية بأسعار معقولة ومناسبة للمواطنين. تابع الرئيس إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم وضمان استقرار أسعار السلع، حيث تم عرض الجهود الرامية لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن الضائع في الموانئ في ضوء التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية، أو بزيادة الإنتاج المحلي مع استمرار الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية. توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترسم الخطوط العريضة لاستراتيجية عمل الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق. تبنت الحكومة العديد من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في مواجهة ضغوط الأسعار، حيث تم تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين، كما اتخذت إجراءات عديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية والحد من التداعيات السلبية لارتفاعات الأسعار. عودة مع حضراتكم من جديد، وحلقتنا لهذا اليوم على أرض مصر حلقة السبت 18/25/24، هنتحدث عن النتائج الإيجابية للإجراءات اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية في ضبط الأسواق من جهة، توفير السلع وخفض الأسعار من جهة أخرى، الحملات المشددة الحقيقة اللي قام بها وزارة التموين على التجار المخالفين، مراقبة سلاسل المحلات المختلفة عشان ضبط منظومة الأسعار، تفاصيل كثيرة بطرحها على ضيفي الكاتب الصحفي الكبير أستاذ إبراهيم عامر مدير تحرير جريدة الأخبار. أستاذ إبراهيم أهلا بحضرتك معنا في النهار أهلا وسهلا. يعني خلينا نقول إن كان هناك توجيهات صريحة للسيد الرئيس الحقيقة للحكومة إن لابد من اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط منظومة الأسعار، إيه اللي تم بالفعل على أرض الواقع؟ تفضل يا فندم. هو طبعا كان من أهم توجيه ومن أكبر التوجيهات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الثلاث شهور الماضية، حل جذري لأزمة ارتفاع الأسعار تمام اللي هددت الكثير من المواطنين بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وبالفعل وكانت أولوية للحكومة على جميع المحاور وعلى جميع في جميع الوزارات وجميع الهيئات والمصالح
حل هذه الأزمة وضبط الأسواق، وده فعلا وقبل تقريبا ده قبل شهر رمضان فعلا. طبعا دكتور عبد الدكتور مصطفى مدبولي عمل اجتماعات وخد قرارات عاجلة وحاسمة، وكان أشرف هو بنفسه على مع المحافظين ومع السادة الوزراء على الأسواق وعلى الأسعار، وشكل لجان وكانت تحت إشرافه هو مباشرة. اللجان دي كان بيرأسها كل محافظ يرأس اللجنة في المحافظة بتاعته، وكان بيضم الوزارات المعنية كلها، التموين والصناعة والمالية والداخلية، والقوات المسلحة برضو شاركت فيها. وكان بيتابع يوميا وما زال لحد النهاردة بيتابع يوميا. وبالفعل اللجنة دي كان عملها ايه يا استاذ ابراهيم؟ كان عملها بتعمل على اكثر من محاور. اول حاجه ان هي تتابع الكميات المطلوبه اللي بتحتاجها الاسواق بشكل يعني توفير السلع بالكميات المطلوبه. يعني مثلا احنا طبعا عارفين عدد، احنا عارفين الاحتياجات الفعليه وطبقا لعدد السكان، فبدانا نحدد الاحتياجات الفعليه من كل سلعه في كل محافظة على حدة. كل محافظة على حدة حسب عدد السكان وحسب الطبيعة الاستهلاكية، لأن برضو الطبيعة الاستهلاكية من بتختلف المحافظة الأخرى. فبدأ أول حاجة حددنا الاحتياجات الفعلية من كل محافظة، بعد كده حددنا الإنتاج الفعلي من كل سلعة، الإنتاج الفعلي من كل سلعة. وبدأنا طبعا كان في بعض عشان تشوف الفجوة بقى. بتشوف انتاجك من السلعة كام، المحافظة مثلا بتحتاج قد ايه او الاحتياج العام قد ايه، فتشوف الفرق ايه ما بين المتاح او المنتج وما بين المطلوب. وبعد كده بقى بدأنا نحصر نشوف السلع اللي احنا بقى في فجوة ما بين الانتاج والاستهلاك، بدأنا نشوف بالنسبة للاحتياجات الفعلية هل في منتج محلي موجود؟ ماشي، مش ما فيش منتج محلي موجود، رحنا خدنا يعني وزارة التموين طبعا على رأس هذه الوزارات خدت قرارات بان هي بدأت تستورد جميع الاحتياجات الفعلية من كل سلعة. فمثلا بالنسبة للسكر مثلا احنا الانتاج المحلي بتاعنا بيوصل مثلا 2.6 مليون طن، الاستهلاك بتاعنا كام؟ 3.5 او 3.8 مليون طن. فانت عندك جاب حوالي مليون طن. فمن ضمن القرارات اللي خدوها وبالفعل بدأوا ينفذوا ان الحكومة خدت قرار ان وزارة التموين من خلال شركات تابعة ليها تستورد مليون طن سكر، وبالفعل بشكل مباشر بقى في حاجة اسمها لما كوزاره معلش مع كامل احترامي تستورد السكر بشكل مباشر هنا، انت خرجت من مساله ان تبقى الايد الثانيه مثلا اللي بيستورد التاجر وتاخد من التجار. طبعا لا، انت كحكومه تستورد بشكل مباشر كوزاره، هنا انت وفرت كتير من وجهه نظري. يعني بالظبط اقول لحضرتك على ليه الحكومه خدت القرار زي دوت. اولا السكر ده سلعه اساسيه طبعا، وطبعا احنا كلنا عشنا فعلا في ازمه في السكر، وكان في ازمه حقيقيه، وكان فيه اختفاء في الكميات، وكان في ارتفاع في الاسعار، وكنا كلنا بنبحث عن السكر. كان السعر المعلن حاجه وبعدين تروح تجيب سعر تاني، فطبعا كان في جابه. واحيانا لكن النهارده انت قدرت تظبط المنظومه وعرفت توفر كميات بالسعر المحدد، فده ممتاز. من ضمن الحاجات اللي النتائج الايجابيه صح، لما احنا بدانا نستورد مليون طن احنا استوردنا فعلا تعاقدنا على 300,000 طن من المليون. فعلا وصل 100,000 طن، وبتوصل الارساليات تباعا 50,000 طن كل مركب. المهم فدلوقتي يعني بالنسبه للسكر، شوف بعد ما وصل سعر احنا وصل سعره كان حاجه و60 جنيه مثلا 65 جنيه. النهارده السكر بقى متوفر تمام بكميات تمام كبيره جدا، والسعر الحر بتاعه العادل الكامل اللي ماشي في السوق 35 جنيه تمام، متوفر بكميات كبيره. اللي عاوز ياخد ياخد، اللي عاوز ياخد ياخد اي كميات، ومتاح في كل المنافذ سواء كان في المنافذ. ما في مشكله بقى انك تاخد كيس وكيسين وكيلو. لا ما خلاص الموضوع متاح، اللي عاوز ياخد خالص بالسعر دوت. ده بالنسبه للسكر. تمام. بالنسبه للزيت احنا لو بصينا للزيت نلاقي ان الزيت نزلت اسعاره من 30% ل 40%. يعني بقى متوفر، يعني شوف الزيت بعد ما وصلت كانت العبوه بتوصل 100 جنيه، النهارده الزيت متوفر في الاسواق العبوه مثلا من 45 جنيه ل 60 جنيه اللتر كامل موجود ومتوفر وانواع كتيره. يبقى الزيت والسكر هنا احنا عملنا ايه؟ واحد عشان بس ابقى صحيح، سدينا الفجوه ما بين احتياج السوق وما بين الانتاج تمام بالاستيراد، يعني ده تم حله بالاستيراد، وبعدين تطرح الكميات مره واحده بقى. يعني انت بتدي النهارده فرصه عشان الحاجه الثانيه بقى ان انا عشان خاطر يعني معلش لازم ادي احساس للمواطن ان السلع متوفره، تعوض عكس السوق بقى. يعني بتعوض العجز بتطرح الكميات. وكمان على فكره احنا للاسف احنا في عندنا سلبيه كده عند بعض الناس. ايه بقى؟ ان انا لما الاقي ان فيه سلعه ما بقتش موجوده او سعرها بدا يغلى
ابدا اشتري ادور اشتري اكتر واخزن. طبعا مشكله. فالاقبال الزياده للاسف بيزود الازمه ما بيحلهاش. في احد الاماكن النهارده نزلت السكر ب 35، فالناس بتساله هو ناخد زي ما احنا عاوزين؟ قال له خد زي ما انت عاوز. قال له طب يعني لو حتى هاخد 10 كاس؟ قال له خد. فلما لقاه بيقول له كده قال له يعني ما فيش ازمه تاني؟ قال له لا خلاص. قال له حاجه متوفره بكميات كبيره. قال له طب اديني كيسين. هو لوحده لما لقاه متوفر خلاص عنده عنده بقى عنده ثقه عنده امان ان هو وقت ما يروح هيلاقي ان هو يجي بكره هيلاقيه. على فكره ده مهم. على فكره وده ومن ضمن الازمه اللي كانت ومن ضمن الاسباب اللي تفاقمت بسبب الازمه ان قبل كده المواطن كان بيروح يسال على حاجه ممكن يروح مكان واثنين ثلاثه ما لقاهاش. فاول لو لقاها في مكان فلو كان محتاج 2 كيلو لا بياخد 5 ياخد 10. يقول لك انا ما اعرفش الازمه هتحل امتى، لكن النهارده مع الحل ومع توافر المنتج بكميات مع تحديد سعر مناسب للجميع النهارده ما عادش حد يعني بيجري. طالما السكر موجود عند الراجل 500 كيلو سكر مثلا في سلسله المحلات التجاريه هيقول لك خد اللي انت عاوزه. لا خلاص انا محتاج كيسين. انا عارف ان انا هنزل هيلاقي موجود. فخلاص انا كده ما عادش في تكالب على المنتج. يبقى الحاجه الثانيه ان انا زودت المعروض وخليت عند في ثقه عند المواطن ان الحاجه هيلاقيها في اي وقت وبشكل سهل جدا وسريع. الحاجه الثالثه بقى اللي هي برضو كانت من ضمن الحاجات اللي الحملات والرقابه. الحملات احنا نادينا بيها كتير يا استاذ ابراهيم لو تذكر من نفس المنبر هنا وحضرتك معايا نادينا بقوه الحملات لوزاره التموين. لابد من يكون في اشراف كامل على الاسواق لان في ناس كانت ملتزمه بالاسعار وفي ناس كانت بتضرب اسعار تانية خالص تماما. وكان هنا مهم جدا وزارتكم موجود. اعتقد ده تم تداركه الفتره اللي فاتت. فعلا تم تداركه وعلى فكره بدا يجيب نتيجه حلوه جدا في السوق. يعني انا لو بصيت انا على فكره خلال الشهرين اللي فاتوا في كم حمله خرجوا على المستوى في 60,000 حمله. 60,000 حمله على مستوى الجمهوريه خرجت على مدار الشهرين غطت جميع السلع المخابز والسوبر ماركت. دي كانت حملات وزاره التموين بس؟ ايه وزاره التموين ولا بالتعاون معها؟ لا دي ممكن اقول لك دي الاجهزه الرقابيه كلها. تمام الاجهزه الرقابيه. تمام 60,000 حمله. المهم ال 60,000 حمله وبدات تظهر نتائج زي بقى ان لو انا بصيت لان طبعا في تقارير يوميه ومتابعه عشان خاطر برصد الاسعار بشوف يعني نسبه الانخفاض قد ايه نسبه الارتفاع دي. انا هقول لك انا النتائج اللي احنا وصلنا لها بالنسبه للسكر نسبه الانخفاض في السكر من 25% ل 30%. والاهم من الانخفاض التوافر السكر متوافر. ده الاهم على فكره. بس الكميه موجوده قبل اعرف ان انت قبل الانخفاض اهم حاجه ان السلع متوفره. دي نمره واحده. السلع متوفره بكميات كبيره. اصلا لو متوفره وجي طرف يقول لحضرتك والله انا ببيع الكيس ده ب 50 جنيه هتقول له ليه يا باشا ده بيتباع هنا ب 35 جنيه بالظبط اصل موجود عندي. طب ما هو موجود عنده. خلصت الحجه اللي انت بترفع على اساسها. انت كده ضبطت المنظومه بالتوافر. والحاجه الثانيه برده من ضمن القرارات اللي نجحت جدا وكان لها اثر ايجابي ان احنا بدانا من 1/3 نطبق قرار رئيس الوزراء. ايه هو بقى؟ ان انا لازم اعلن عن السلعه سعر السلعه على العبوه وفي حاله ان هتبقى العبوه تبقى على الرف قدام المواطن. فده ليه بقى؟ لاني الاول لما ما كانش اصل الجهه الرقابيه هتخش ما لقتش السعر هتاخد اجراء تفهمني؟ لكن المواطن هيخش ما يلاقيش السعر ما يبقاش عارف السعر كام هيتحط السعر اللي انت شايفه من ساعتها بقى الاعلان مهم. بالظبط. فعشان كده دي نجحت جدا في ضبط الاسعار وكمان وخلت كمان دي خلت التاجر ما او ما بقاش يخبي السلعه يعني يعني لان برضه من ضمن الاسباب اللي كانت بتخلي الازمه تتفاقم ان بعض التجار وبعض المنافس كانوا بيخبوا السلعه ويجي المواطن يسال على الحقيقه مش موجوده. يجي واحد مثلا من ضمن اللي شغالين معاه يقول انت عايز ايه؟ سكر. طب في سكر مثلا ب 70 جنيه اجيب لك. انت طبعا محتاج بتقول له ماشي. دلوقتي اول من ضمن برضو من ضمن الاجراءات اللي قامت بها الحكومه ان هي عملت حملات رقابيه على جميع المخازن وعلى جميع عشان التجار المخزنين مش عايزين ينزلوا وعلى فكره وطلعت كميات كبيره جدا بالاف الاطنان كانت فعلا متخزنه بدات نزلت على الاسواق. نزلت على الاسواق. يعني خلينا واضحين. طب ما بتوفر المنتج بكميات كبيره ومع تنوع الشركات كمان حضرتك انت بتدي فرصه للمستهلك انه المنتج موجود التنوع موجود الجوده باختلافها موجوده وحضرتك صاحب الايه القرار. هيجي مكان يقول لك انا ما عنديش سكر خده بكذا اقول لا شكرا المكان الفلاني عنده السكر وبالسعر المعلن. فهنا انت حليت الازمه بشكل كبير. خليني بس ارجع لحضرتك ان الحكومه خدت مجموعه من القرارات والاجراءات تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بتوفير السلع الخاصه الاساسيه الرز المكرونه الفول العدس السكر والزيت
وخفض الأسعار لضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومواجهة التجار الخاصين طبعا بالسلع الغذائية، وعشان كده حصل الانخفاض اللي يمكن حضرتك تحدثت عنه، بالإضافة أن الحملات زادت بشكل كبير ومكثف علشان خاطر ضبط أي مخالفات لهذه القرارات. طيب برضو من ضمن قرارات الحكومة نرجع فيها مع حضرتك أنها أفرجت عن بضائع يزيد قيمتها عن 5 مليار دولار. دولار ده رقم كبير أن تقدر توفر عملة صعبة، الإفراج عن بضائع ب5 مليار دولار، وتوفير برضو المواد الخام الخاصة بالتصنيع. طب أنا لما بفرج النهاردة عن بضائع ب5 مليار دولار حضرتك ده ممكن يكون مردوده إيه فورا عن توافر وعن السعر في السوق؟ هو طبعا لان برضو كان في ازمه من ضمن ده رقم كبير طبعا من ضمن الازمات اللي كانت حاصله ان انا كان في عندي المستثمرين والمستورين كانوا متفقين على 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 كميات كبيره من السلع، بس ما كانوش قادرين يفرجوا عنها في المواني لان كان في ازمه في العملات الاجنبيه. وطبعا الحكومه تدخلت بشكل قوي طبعا بعد توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هي وفرت بالتعاون مع البنك المركزي وفرت طبعا النقد الاجنبي. النقد الاجنبي عشان تقدر تفرج على البضائع الاجنبيه. كان عندي واردات موجوده في المواني متراكمه بقالها عده شهور، فالحكومه مع البنك المركزي ادوا تعليمات للبنوك بتوفير العمله الصعبه والافراج فورا عن هذه السلع، ودي كانت قيمتها حوالي 5 مليار. المردود ايه بقى يا فندم؟ مردودها ايه بس؟ بس على فكره فيها في ملاحظه برضو حصلت برضو عايز اقول ان من ضمن الواردات دي كان فيه واردات بقيمتها حوالي 1.5 مليار بعد ما الحكومه والبنك المركزي وفروا العملات الاجنبيه لهذه السلع، اصحابها المستوردين ما رضوش يستلموها من المواني. ليه بقى؟ اقول لحضرتك ليه. لان هم ايه برضو هم استوردوها طبعا، لما استوردوها فكان الاستيراد كان سعر الدولار عالي شويه، كان سعر الدولار عالي، وبعدين لما استوردوها وسعر الدولار عالي ووصلت المواني طبعا انت عارف بسبب الازمات اللي حاصله وبسبب الأزمة اللي حصلت في البحر الأحمر بسبب الحوثيين والمراكب ما بقتش تمشي في البحر الأحمر، بقت بتلف عن طريق رأس الرجاء الصالح، فده خلى للأسف الشديد انعكس على زيادة قيمة النقل، قيمة النقل في الملاحة. فيبقى عندي اللي كانوا بيجيبوا الدولار كان بسعر عالي، كان فيه زياده في النولون او في النقل في الملاحه، وبرده لما قعدت السلع دي في المواني الاكسباير ديت بتاعها برده المده بدات تقل، المده بدات تقل، وكمان فممكن معاك اكسباير كان مثلا في سنه في غرامات وغرامات طبعا على التاخير. فهم طبعا حسبوها للاسف، فقال لك لا وعلى ايه بقى انا هفرج اخدها وابيعها، يعني هو حسبها هامش الربح، قال لك هامش الربح بقى قليل. فللاسف فمن ضمن القرارات اللي خدتها الحكومه دكتور مصطفى مدبولي خد قرار وبلغ وزير الماليه قال له المستورد اللي ما فرجش عن البلد دي عاملها في حاجه في القانون، بيقول لك ان انت لو انت ما خدتش او ما استلمتش البضاعه اللي انت بتستوردها بتعمل معامله حاجه اسمها المهمل، ان الوزاره بتبيعها بتستولى عليها وتبيعها للمواطنين وخلاص كده بتبيعها، وهي برضه استفاده للمواطنين، وده برضه من ضمن الحاجات اللي عملت طفره وعملت زياده في الاسعار. جميل، خلينا نطلع مع حضراتكم لهذا الفاصل ولينا عوده مره اخرى. تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية الحملات على الأسواق بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك لمتابعة مدى التزام أصحاب المخابز السياحية بالأسعار المقررة. وقرر جهاز حماية المستهلك تشكيل مجموعات عمل ولجان إضافية للنزول إلى الأسواق أيام الجمعة والإجازات الرسمية لمتابعة أسعار السلع المقررة في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الحملات الرقابية والتصدي لأية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك. كما أعد الجهاز خطة عمل للفروع في كافة محافظات الجمهورية حتى تتمكن أجهزة الرقابة من التواجد في الشوارع بشكل مستمر ومتابعة المحلات التجارية للتأكد من طرح السلع بجودة وعدم احتكار المنتجات،
كما يستمر الجهاز في استقبال أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المغالاة في الأسعار، كما حرص جهاز حماية المستهلك على تيسير سيارات الضبطية القضائية في الأسواق لمتابعة تنفيذ مبادرات تخفيض أسعار المنتجات الغذائية والخبز السياحي والفينو، والتأكد من توفير السلع والمنتجات، والتصدي لأي مخالفات خاصة ببيع السلع بأزيد من السعر المعلن. على جانب آخر، حظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها بالبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وألزمت حائز المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك. عودة مع حضراتكم من جديد. يعني خلينا نرجع ونقول برضو أن السلع خلاص اللي تم الإفراج عنها تمام، نزلت الأسواق وأصبح هناك توافر في السلع، وبناء عليه بدأت الأسعار تنزل بالإضافة إلى الرقابة من قبل وزارة التموين وجهات رقابية الأخرى على سلسلة المحال التجارية المختلفة، ثم الخمسة مليار دولار اللي تم توفيرهم كعملة صعبة برضو للإفراج عن باقي السلع، والسلع التي يعني رفض أصحابها أنهم يستلموها حضرتك استولت على الوزارة أو خدتها الوزارة ونزلتها المواطن بشكل مباشر، فايدة مباشرة للمواطن طبعا. طيب حضرتك شايف أن الفترة القادمة هل هناك مزيد من انخفاض الأسعار؟ هل هناك مزيد من الرقابة ولا احنا اكتفي بما وصلنا له حاليا ان في انخفاض وان في رقابة بتاع؟ يعني عايزين نعرف الخطوات الجاية ايه لوزارة التموين اساسا، يعني في الاساس هي المسؤولة. اتفضل يا فندم. دلوقتي كمان الحكومة بدأت يعني تاخد اتجاه تاني في 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 الرقابة وفي تحليل الأسعار. ايه هي بقى؟ ان هي بدأت تشوف السلع، تشوف وبدأت تعمل ايه؟ تحلل الأسعار. فبدأت بعض السلع، تبين مثلا ان ايه ان اللي حصل في الارتفاع الاسعار بسبب احتكارات. فمثلا في حاجه عندنا اسمها جهاز حمايه المنافسه ومنع الاحتكار، يوم الاحد الماضي خد قرار بانه يحول 7 من كبار تجار الدواجن والسماسره على مستوى الجمهوريه وحولهم للمحاكمه الجنائيه. ليه؟ لان دول كانوا بيتفقوا مع بعض بيعلنوا اسعار الدواجن، انت عارف الاسعار هم ماسكين بورصه، في البورصه. وللاسف على فكره البورصه دي يعني كل يوم الصبح عندك الدواجن هم اللي يقولوا السعر كام، يمشي على كل تجار. للاسف وعلى فكره البورصه رسميا متوقفه، على فكره هم مع نفسهم كده بيعملوا بورصه، بيعملوا اسعار مع نفسهم كده يوم كل يوم بيقول لك ايه سعر الدواجن البيضاء مش عارف النهارده بكذا بقى مثلا ب 85 جنيه، تمشي بقى على كل ياخد من 85 يبيع ب 100. كل التجار اللي بعديها بقى اللي هم طبعا تجار التجزئه والكلام ده كله اي ب 85 يروح مزود له مثلا 10 15 جنيه. فلما توصل للمستهلك الايد الاخيره اللي هو المستهلك من المحل اللي حضرتك بتجيب منه الدواجن بتاعتك بيكون رفع له 15 20 جنيه على سعر البورصه اللي هي اصلا تم تقييمها بشكل فردي من قبل بعض. عشان كده دول اتحولوا حضرتك محاكمه جنائيه. 7 من اكبر تجار على مستوى الجمهوريه اتحولوا من حد الفتح حولهم جهاز حمايه المنافسه ومنع الاحتكار للمحاكمه الجنائيه. ده مردوده يبان امتى؟ ده مردوده يعني على فكره مردوده بدا يبان بس بشكل تدريجي، وهيبدا يبان اكتر لان وده برده على فكره. ودلوقتي الجهاز بدا يحلل مجموعات سلعيه ثانيه ويشوف لو حس ان في بيبدا يشوف البيانات ويشوف الانتاج والتكلفه والكلام ده كله وبيعمل تقييم ويشوف لو حس ان السعر اللي موجود اعلى من تكلفه الانتاج او تكلفه الاستيراد على طول بيحولها. اذا عندنا جهات رقابيه بتتحرك، عندنا زياده المنتجات في الاسواق المعروض، عندنا افراج عن السلع الموجوده في الجمارك، عندنا دراسات علميه لاحتياجات السوق. اذا هناك تحركات قويه جدا من قبل الحكومه في ضبط منظومه الاسعار وبدا المردود يبان حاليا. انا بشكر حضرتك كاتب الصحفي الكبير الاستاذ ابراهيم عامر مدير تحرير جريده الاخبار، نورتنا وشرفتنا واضفتنا، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا يا فندم. مشاهدينا نطلع معاكم عفوا لحد ما نوصل معاكم لختام حلقتنا، وغدا فريق عمل جديد.